الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان حيث لهذه الليلة عفوا، حيث يسود طقس صافي مع تفرق بعض الغيوم المنخفضة، 11 درجة مئوية فقط متوقعة، أي طقس بارد بالمجمل، الملموسة 10 درجات مئوية فقط، الرطوبة مرتفعة حوالي 90%، أما الرياح تكون خفيفة الشدة بالمجمل. ننتقل الآن للتوقعات الجوية اليوم غد في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، إرب 22 إلى 11، المفرق 20 إلى 9، جرش 22 إلى 11، وعجلون 19 إلى 11. المنطقة الوسطى نبدأها بمأدبة 20 إلى 10، البحر الميت 25 إلى 16، العاصمة عمان 18 إلى 11، البلقاء 19 إلى 13، والزرقاء 21 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية نبدأها بالكرك 16 إلى 8، الطفيلة 17 إلى 11، الشبك 16 إلى 9، معان 17 إلى 6، والعقبة 27 إلى 16. المنطقة الشرقية نبدأها بالأزرق، طقس صافي 21 إلى 7، الصفاوي 20 إلى 6، ورويش 19 إلى 6. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.